عسلامة، شني أحوالكم؟ لاباس عليكم. نبداو كالعادة بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة، كيما تشوفوا هذا فكرتني بالبرنسيسة سنو وايت وقت اللي ضيعت، ولا شكون اللي ضيعت صباطة فردت صباطة، هذا البنت حفيدتي ديما تلعب بيهم، فضحكت عليها لقيتهم في الصباح وأنا هابطة من بيت النوم. المهم هبطت ونخمم على كوجينتي، حايسة خليتها تلوس وتحوس. البارح روحت مخر بالماشين وخزر النهار طلع، اليوم صبحت راقده ما عنديش حتى شيء، بنتي ما تخدمش، وانا مش باش نخمم توا باش نمشي نخمل لك الدنيا، خليتها حايسه ليس البارح وباش نمشي نخملها ونفطر فطيري ومن بعدك نشوف شنو برنامج اليوم. جيت نلقى بنوتي بنتي ربي يفضل هالي، خملت الدنيا غسلت الماعون وحضرتها، وكان نهاير بي وفرحان، فرحت على الاخر خاطر انا كنت باش تعرفوا الوحده تبدا كي تقوم في الصباح تبدا تخمم، انا معون خليته وما غسلتوش، على ذيك ديما نقول نغسلوا معون قبل ما نرقدوا، ومبخره الدنيا زاده مبخرت لي حاسيل ومش نقول لكم، ونلقاها حضرت لي فطيري زاده وكعبات العظم. ربي يفضل بنيتي، محلاها البنيه محلاها البنيه، اما كي تبدا تخدم الله غالب ما ينجموش، ولا بعيد عليا سميه زاده ولا بنتي المعرسه كان حنان عليا، لكن الله طالب هنا القهيوه مزاده مطيبه لي قهيوه. حبيت نوريكم برك علاش انا ديما حاطه طبيق هذاك فرشته بمنديله حتى في السكر والكيسان بجنب القهوه، خاطر الراجل ديما مضيع قهوته حتى هي قدامه ديما عنده كاس معين يبدا يعيط يا بنتي وينو كاسي، فانا عملت هذيك باش ما عادش كل شيء اللي يحب يعمل قهوه هي بجنب القهوه هكا يعمل. هنا بنتي تشرب في قهوتها، انا باش نمشي عاد نعمل فطيري ونجيب حداها. باهي انا توا بعد ما فطرت عندي هذه حبيت نوريها لكم، راني شريتها جديده من امازون، سويت 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 معناها للتعرق، هذه تعرق وتجي ماشي وتعملها في بالبلاستيك هذا اللي هو تلف بيه نتاع ماكله، هو تعرفوه انتم مش سبيسيال، هذه خديتها ما نعرفش توا عندي ثالث مره نعم بها، يعني مزات جديده مش عارفه. العرق تعرقني وقت اني نعمل ونعمل الوسط نتاعي الكرشي ولا البلاصه اللي تحب عليها انت وتلفها بعد ما تدهنها وتلفها بالبلاستيك هذاك وتمشي، بصراحه نعرق بالكذاب والله اعلم شنو النتيجه، لكن هما قالوا وقريت انا عليها في اليوتيوب ودخلت عليها يشكروا فيه الناس كل حاسي لفيت كرشي وقصدت ربي. طبعا ماشيه، طبعا مانيش ماشيه حافيه كيك بلاش صبات صباتي، ماني كل يوم نمشي، انا نحكي لكم القصه، كل يوم نمشي مع راجلي بالمشي يعني بالكرهب، وبعد نهبطوا في البارك هذاك البعيد يهبل هو فيه سعاد يمشي وجاي هذاك علاش نمشي له، فكي نروح نبدا سقيه تعبانه من الصبات وكل اللي هو سبيدري يعني نتاع رياضه، فنحطه نخلي ديما في الكرهبه ومش هكا ونمشي من الكرهبه للدرع الشرشور، شفتوا هذاك الشرشور الجريفي هذاك هذاك، خاطر فما عروق في الساقين من اللوطه، إذا كان ما تمشيش على الحجر تمشي ديما مستوية ما يتمسوش، كي تمشي على الحاجة العاملة حروف حروف الحرشة كيما قلت لك الجريفي يتمسوا ويخدموا لصالح ساقيك. كهو شديت الطريق ومشيت عملت مشية باهية ونجري وأنا حسب طاقتي، حتى من بعد رجعت الحقيقة كهو عملت تقريبا نص ساعة برك، قلت كافي خاطرين نخرج أنا وراجلي. معناها في العاده، لكن اليوم خرجت وحدي قلت خليني بنتي قاعده ما تخدمش ورتحتني من القضيه خليني نمشي، لكن القضيه قعدت تستنى فيا زاده. اول حاجه عملتها اش عملت؟ لان الدنيا مخمله معوني مغسول، الفطيري مازال ما طيبتوش، ولو عندي طليت صابون الحقيقه مش طلي مش حوايجين حوايج صغار، ما حبيتش قلت لبنتي قلت خلينا نمشي نرميهم هما الاولانيين الساعه صغيرات، فحطيتهم في الغساله وهنا نقلب فيهم الكل على خاطر علاش؟ على خاطر كي يبدا وسخه ولا على كي تعرف الصغار حلوه تشد فيها، كي يبدا مش مقلوب قطعه الحوايج ما تشوف هذايا شفتوا ستيلو شحال كيتو تشوفوا من بعد كيفاش يولي. حاسيلو قلبتهم الكل على شعر على قد كيما قلت لكم على قام على على مثلا حلوه لاصقه شروبو جازور يعني عصير الحاجات هذوك الخبز زاد الشايح معناها تعرف تفطرهم ينجم يشد في حوايجهم كل شيء. حاسيلو باش نحطهم الكل ليكا يتغسلوا وسكرت الواحد وباش نعمرها
حطيت فيه الغسيل اللي متعوده به انا نغسل بيه. بصراحه نوعيته من غير ما نوري نوعيته باهي، متعوده متوسطه مش من الغاليين الحقيقه باش ما نكذبش، نوعيه متوسطه نخفيها ديما. وشو هنا توزن ما تخدملكش ديريك توزن قداش من كيلو، وبعد ولا تخدم تغسلت. انا زربت الفيديو باش ما تقعدوش تستنوا فيه حتى اللي تغسل. بعد ما تغسلوا حطيت احنا بجنب بعضهم الشيح الغساله والشيحه، هذوما نوعيه باهي بصراحه. التشيح ما يقعدش حتى 25 دقيقه حسب الوزن اللي هي فيه تشيح يعني، وتتشيح وناقصه والله. حتى الشيميزات ولا مراول مثلا ما يستحقوش، ولا السروال ما يستحقش يتحدد، تخرجه لك كاينه محدد، فهمت؟ بيه شيح وسيء. تمنى شنو نعمل؟ انا ديما نحاول باش نعمل اكثر الاوقات الحقيقه مش ديما، على خاطر ونحطهم من غير طويه، فهمت؟ هاك الشيح وشر من غير طويين، بعد يقعدوا لي ساعات حتى بنهاري ما عنديش وقت باش النجم، وانا نزيد نطلعها من فوق في بيت النوم ما عادش نطلع. انا نهبط في الصباح ما نطلع كان في الليل وقت النوم. على هذيك احسن طريقه لقيتها وهذه ننصحكم بها زيده تعملوها، انك تطوي على البلاصه، على خاطر الواحد يبدا تاعب وما تنجمش، فهمت؟ ما تنجمش الواحد ما ينجمش يطلع، خاصة اللي كيفنا هكا وعندنا مسؤولية في وتبدا دارك مقسومة، عندك نص الفوق ونص اللوطة. تو اللي عندها طاق واحد ما عندهاش مشكلة، خاطر علاش؟ معناها تنظف وتعمل ما تطلعش لدروج ولا تهبط الدروج، فهمت؟ بينما اللي كيفيان هكا عندها الفوق، لا تهبط من بيت النوم الصباح ما عادش نجم نطلع الفوق. أنا ما عادش يولي واحد يبدا عندي قضية تبارك الله، والحفادي وكل شيء معناها معايا، وراجلي ها وين حتى كي نغيب شوية، هي وينك وين موجودة؟ ربي يفضله إن شاء الله، تعود بيا وأنا تعودت بيه، ما كي نغيب هكا من قدامي يلوج عليه فين، ما فهمت؟ حتى لو كان ما عنده ما يعمل بي، حتى لو كان معناه ما حشتوش نقصد بحاجة معينة، فهمت؟ ما فديما تلقاني اللوطة كيما توا، معناها حطيت الحويجات في الطاق هذا البحذية، خاطر حطيت الحويجات غسلتهم، مشيت غسلت لميت كوجينتي، فطرت حفيدتي خاطر هي تقوم مخر زاد من النوم، وتو كان تسمعوا في الصوت كيفاش راجلي يقري في حفيدي، تنوريكم كيفاش من بعد. كان شويه مش باش نوريكم برشا على كل حال، لانه كيفاش اونلاين سكول يقراها في الدار. شريت لامه كمبيوتر جديد، فهمت؟ شريت لامه كمبيوتر جديد وباش ما يبداش قديم متعطل ولا حاجه، فهمت؟ وحنا نعاونو هكا بابا عزيز وجدو يعني يتلهى بيه، يعمل بعد ما عنده ساعه برك في النهار هكا هو ساعه بالضبط، ويوفى الكلاس نتاعو. تيتش تبدا بالكاميرا وحنا نبدو نخزرو لها، فهمت؟ نسمعوا فيهم باش نشوفوا شنو اذا كان تطلبوا، وهو يبدا هكا قدام الكمبيوتر تقولوا يعمل، كي يبدا باش يتكلم هكا يحط المايك، كي يبدا باش يتكلم هكا يحط المايك والسماعات، واذا كان ماهوش باش يتكلم صحابه هما باش يتكلم هو يسمع بركة، ويعطوهم ورك زاد على اونلاين. سبحان الله، يعني مش سبحان الله طبعا، اكيد سبحان الله ديما، لكن هما معناه كيفاش العلم يعني، كاينو في كلاس عنده الهوم ورك وعنده كاينو في مدرسه كل شيء، وبعد ما يكمل الساعه هذيك بالرغم ساعه بركه هو صغير لا محاله، ماهوش نتاع كمبيوتر شو قعد مثلا 5 سوايع ولا قديش، حاسيلو ساعه تكفيه بالكتاب القديم. نسمع فيه ان شاء الله ما تسمعوش انتم الصوت، خاطر راجلي صعيب في القرايه، صعيب في القرايه على الاخر. شنو علاش صعيب؟ حتى مع ولده قبل يحبهم يتعلموا، هو تبارك الله عليه ذكي برشا راجلي، مخه نتاع قرايه، فهمت؟ كل اللي مع ولاده ولا مع كيما تو حفيدي يحب ويفهم في ساعه، يحب يتعلم، فهمت؟ كل مش صعيب مثلا يضرب والحاجة لي، اما يحبوا يعمل اللي يحبوا يفهم هكا، يحب يلقطها، فهمت؟ يلقطها في ساعه القرايه. وتعرفوا لي تو معناها بصراحه مش كلهم يعني يبدو ما عينهمش في القراية، خاصة الأونلاين جربناها أنا بنتي قبل عمناه ولحبوها أول ما جينا لكندا، هذه حاسيلو معلومة، أول ما جينا كندا
راجلي حب وقتها يعمل بنتي الصغيرونة جات خفنا عليه خاطر مازالت صغيرة، مازالت الآخرين يفهموا الدين يفهموا الإسلام يفهموا الحلال والحرام، هي وقت صغيرونة سمية، فقيدها في حطها في الأونلاين سكول يعني على الإنترنت في الدار، هوم سكول في الإنترنت وكل، تعرف ما نجمتش وما نجحتش عمتها، وحاسينا بها ياسر ياسر قلقت، وما عادش تنجم معناها ما عادش تنجم تقرا، ولا ديريكت عاد الحق العام اللي بعده ديريكت رجعها النورمال سكول ورجعت وتبارك الله على بنيتي ونجحت وكل شيء. على هذيك انا نحب ننصح الناس اللي تجي لهنا ما تعملهاش العامله هذه، علاش؟ على خاطر الصغار يتعودوا لك بالقاعده وما ينجحوش، خاطر يثم وقت فاضي برشا وفي سعتوفة متاع الدار، قراية الدار في سعتوفة وما يتعلموش منها برشا حاجات، الصغير أصلا الصغير يقلق برشا ما ينجمش، وخليه يتعلم من هالول في اللي خفنا منه وإحنا هاو من درش نوه، خاطر صغيرة تتعلم حاجة خايبة لهنا أبدا، وقتها ما كناش نعرف وإحنا طريقة القراية وكيفاش، وقتها مازلنا جايين كيفكم أنتوما نخافوا، فهمت؟ في نتيجة القراية كيفاش مع الكلام ده، والله العظيم لقينا مع أول حاجة أكثريتهم يعني مسلمين مخلطين عرب ومن غير عرب، يعني الناس كل فما وكل واحد الدين بتاعه، حتى واحد ما يتكلم على دين الاخر وما يعلموش الفساد لبعضهم، فهمت؟ فهذه معناها تطمنوا ان ولادكم يقراوا كيما انتم كيما الكلام ذكر. انا كملت صحيح حسيلو، حبيت نوريكم حاجة قبيلة، وريتكم كيفاش أول ما دخلت أول ما بديت نغسل في الصابون أكس الستيلو في السروال الأبيض هذا، شوف كيفاش خاطر نوعية الغسيل متاعهم به برشا، فهمت؟ أهوك هيك هو آخر حاجة ذو كملناها ونمشي نتعدى كما قلت لكم القضيتي الأخرى. بسم الله كهو توا باش يبدا وقت فطوري، لكن قبل هذا باش نوريكم كيفاش يقرا الوليد على اونلاين. بصراحه ما نجمتش نصور ضاع الفيديو، لكن نوريكم اللي كي هو يقرا شنو نعملوا احنا، لاخته صغيره تحب تقرا حتى هي على الكمبيوتر باش ما تشغلوش، او كنحطوا لها مكان في الطاوله في نفس الطاوله وهي تبدا تزين وتعمل يعني تاخذ راحتها باش ما تقلقش خوها، لانه من حقها انها حتى هي تكون عندها ناس ينتبهوا لها ويعطوها قيمه وقدر. باش نمشي نطيري كيما شفتوا زعما شنو هذيك الشكشوكه، شكشوكه بطاطا، مرقه بطاطا، كل واحد يش تسميها، مرقه بطاطا بالدجاج هذي على طريقه امي الله يذكرها بالخير، والله توحشتها وليت نتفكر الاكلات نتاعها الكل ونحاول باش نطيبهم. المهم عندي شويه بطاطا وعندي بتنجان، وعندنا مكعبات نص بتنجيله بركه مش برشا، هذيك خاطر عندي صغار بصراحه تقولوا علاش، لكن انا المفروض نعمل بطاطا بركه، لكن بتنجيل عملته خاطر ناكلوها للصغار، ما نحبوش ناكلوهم برشا بطاطا خاطر ما فيهاش برشا فوائد البطاطا يسريس. المهم حطيت شويه دجاج بعد ما غسلته طبعا بالخل والماء، وهرست شويه ثوم وتابلو كرويه قد ما تحب الكميه، وعملت شويه زيت ورس بصل، الحقيقه مرقه البطاط نحب فيها زايد بصل، هناك العاده الرويجي اللي يتفرج وكم ونسني يتفرج في التلفزه القناه التونسيه، وهنا حطيت الزيت وحطيتهم يتقليو حتى لين بياض الدجاج بياض هكيك، لكن انا حاطه فيه شويه ميره وعمري ما نقلب ليش. عندي لهنا تابلو كرويه، وعندي زعتر وكليل، وعندي بابريكا لأن مش حارة تحب تنجم تعمل الفلفل الحار، فلفل كحل وملح، وثلاثة كعبات عود، هذوكم ديما نحب نحطهم في الدجاج، ولو أنا عندي بنتي ديما تستطعم تقول لي ماما تحطنيش كل حاجة متاع الفاح الآخر متاعك الخاص بك أنت الصحي، يا ماما بليز حطوه في مكلتك أنت حاسيلو، عملتها هي وفاقت بها بعد ما كلاتش منه المرقه كتا. هنا عندي شويه طماطم ديما كيبدا عندي طماطم باش تفضل باش تفسد، بصراحه نطحنها بشويه شويه بصل وشويه ثوم وشويه فحات وتبلو كرويه، يعني باش تبدا حتى تحطها في البيتزا في العجه في المرقه تفوح لك ياسر، وزدت عليها مغرفتين طماطم معجونه طماطم جاهزه حسيلو، وقليتها بالقدا بالقدا بعد ما بياضك اللحم كما قلت لكم، حطيت الفحات قليتها، بعد ما تقليت زدتها لهنا شويه ماء
طبعا باش تاخذ راحتها وتطيب، وش نغطيها ونخليها لين تطيب باش انا نرمي اكل الخضره نتاعي اللي هي بطاطا ما تسحقش. اسهل حاجه وهي من الحاجات الزمنيه نتاعنا مرقه البطاطا بصراحه، ما نستغنيوش عليه، الناس الكل تطيبها مرقه بطاطا. هنا دجاجنا طاب، ينجم مرقه بطاطا بالعلوش، نجم مرقه بطاطا بالبقري، لكن انا على نفسي تعجبني مرقه البطاطا بالدجاج. شو محلاه والله، ريحتها تهبل وفيه تشره تشره تشره. حاسين لو حطيتك الخضير اللي عندنا، ولا غالب الجرين فلفل ما عندناش، اخذ عندنا اورانجي، يلا شو باش نعمل، هو الاخضر ديما يعاون هكا ويعطي هكا اشعه، هكا حاجه تذوي في يذوي لك ويزهي لك الحاجه الخضراء، تزهي لك الطنجره نتاعك. لكن الغالب جاب لي راجل لون هذاك الاورانجي فلا الاصفر، حسيت عملته طابت لهنا باش نطفي عليها ونغطيها. وحطيت في طير راجلي صحين مرقة بطاطي هبل، والله يفكرني بميمتي الله يذكرها بالخير يا ربي، ويجمعنا بهم على قريب يا ربي في الخير والبركة. ومع مخبيزة باجيت شبه لتونس، خبيزة سمرة، خبيزة باجيت كما تعرفوا، وشوية ريحان وشوية حطيت عليها جرينين فلفل حارين هذوك مليانة. وبالنسبة لي أنا عملت، خذيت الدجاج وخذيت البيتنجيل طايب وخذيت الفلفل وخذيت المرقة وخذيت البصل، البطاطا برك ما خذيتهاش، وعملت معاها برشا سلاطة ودبرت فطوري وكها، وهاني خذيت حاجة صحية حاسيلو. طبعا ما صورتهاش لكن مش مشكل، انتم تتوقعوا وتتخيلوا شنو عملت حاسيلو. وتم بقى لي إلا نقول لكم إن شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو هذا، وكان عجبكم ما تنسونيش من لايكات. وخير ما نختم به فيديونا اليوم الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.